السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة مولة الدار. لا تنسوا دعمي بنشر الفيديو مع الأصدقاء والعائلة لتعم الفائدة. فضلا وليس أمرا، اكتبوا في تعليق: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اكتبوها في تعليق واضغطوا على زر الإعجاب لأعرف كم واحد صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام. موضوعنا لهذا اليوم هو هذه السورة القصيرة التي إذا قرأتها بهذا العدد إن شاء الله وبإذن الله تعالى سيرزقك مالا ويصب عليك الخير كالمطر. اقرأها واطلب من الله ما تريد. تقرأ هذه السورة 21 مرة، وأفضل وقت لقراءتها هو قبل نومك. تقرأها بعد صلاة العشاء، ثم بعدها ستقرأ هذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هو الله أحد، ليس كمثله أحد، لا تسلط علي أحد ولا تحوجني إلى أحد، وأعني يا رب عن كل أحد بفضل قل هو الله أحد. الله صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. يا إلهي، يا من هو الحي القيوم، يا أول ويا آخر، اقضي حاجتي. والصورة التي عليكم قراءتها هي صورة الإخلاص. تقرأ صورة الإخلاص 21 مرة، ثم بعدها تقرأ هذا الدعاء واطلب من الله تعالى ما تشاء. هذه الأمور تتطلب منك اليقين وحسن الظن بالله تعالى، لأن القرآن الكريم كله رزق، وعليك إعادتها يوميا حتى تتحقق أمنيتك.